انا بشكركم وسعيده جدا احنا بوجودكم اللي معانا، بنشكرك يا مدام لميس. ويعني دي حلقه في حب احمد عدويه وغنى ربنا احمد يخليكي. عدويه اللي هيفضل موجود، ومهما تطور الغنى حبيبي يا استاذ، مهما تطور الغنى وتغير هيبقى احمد عدويه. تقولي ايه على الرحله الطويله دي يا مدام نوسي؟ احلى رحله، وربنا يديله الصحه ويخليه لينا ويخليه لكل محبينه يا رب باذن يا الله، رب ويديك انت كمان الصحه. يا رب. انا عايزاك تقولي حاجه على مدام نوسي بقى اللي سانداك وواقفه جنبك طول العمر دي. ربنا خيرهالي، بدعي لها طبعا، عارفه بتدعي لها طول هو الوقت. انا عشان تعبانه، هو حاسس بيا اني انا من كتر ما زعلت عشانه لانه وقع واتكسر، فانا حزنت قوي، جات لي جلطه في رجليا فبعاني لغايه دلوقتي الحمد منها. لله الحمد لله. فهو زعلان قوي ومش مبسوط، وتملي يقول لي لا انا عايزك احسن، لان هو بيحس ان انا قدامه هو بيحس بسعاده اكتر طبعا لما بيلاقيني ماشيه ورايحه وجايه، لكن وانا مش موجوده قدامه بيبقى هيتجنن. بس الحقيقه احنا عندنا ولد ربنا يخليه لنا يا رب، اسمه محمد طبعا عدوية. الحقيقة بيحاول يعوض ده ليا وليه، ويدينا حنان احنا محرومين يمكن منه دلوقتي، فربنا يخلي له أولاده يا رب ونشوفه في أحسن حال إن شاء الله. ويخليك لينا يا أستاذ عدوية، ورحلة طويلة جميلة ممتعة أكيد شفت فيها الحلو والمر، طبعا، وغنيت فيها بصوت الناس وحكايات الناس. أمال قبل ما نختم ونسمع يا ليل يا باشا يا ليل، تقول ايه يا استاذ عن الرحلة الطويلة دي؟ الحمد لله الحمد لله، وربنا يديك الصحة، وربنا يدي مدام نوسي ربنا الصحة، يخليك يا رب. ومحمد طبعا يا رب، المطرب الجميل، ووردة وردة وكل العيلة.